كيف يعرف الإنسان أنه معيون أنه أصيب بالعين؟ أيوه. هل هناك أعراض؟ طبعا كل الأمراض هذه اللي ذكرناها سابقا، العضوية، النفسية، الروحية، كلهم لهم أعراض، والأعراض هم قد يكون الأعراض مشتركة بينهم، وقد كل واحدة تنفرد بأعراض معينة. أيوه. أضرب لك مثال، لو إنسان مثلا في صداع، صداع هذا مرض مشترك، قد يكون سبب مرض عضوي، واحد مع جيوب سبب صداع، قد يكون نفسي مع اكتئاب، مع اكتئاب وضيقة وكذا سبب الصداع، قد يكون مع مس شيطان أو سحر أو كذا سبب له صداع، قد يكون معيون صاب حزن سبب له صداع. فهذا من علامات قد تكون مشتركة، يعني ما أخذها أنا أقول له كل واحد في صداع أقول إيه العرض نفسه يدل على أكثر من مرض. أيوة، لكن هناك في أعراض خاصة حق العين. واضح معي؟ إذن عطني يا أخوان مثال. إنسان تشوفه نحيف مهما أكل، مهما أكل. مصفر الوجه. بس خلي بالك أنا قلت لك ممكن الأعراض تصير مشتركة، ممكن سبب مرض عضوي، فقر دم، في شيء. طبعا احنا نتكلم هذا بعد ما يفحص وتأكد وقالوا للأطباء ما فيك شيء. هنا يتجه إلى احتمال قد يكون الله يحفظ كثير التثاؤب مو طبيعي، هذه علامة العين. كذلك البكاء من غير سبب، هذه من علامات العين. بعضهم يقول أنا أتثاءب إذا قريت قرآن. لا، إذا كان تعبان طبيعي. لا لا لا، إذا بس أقرأ قرآن التثاؤب. لا، إحنا نتكلم كثير التثاؤب، يعني كل دقيقة تثاؤب، كل دقيقة تثاؤب. سواء أقرأ قرآن ولا غيره ولا طبيعي، مو طبيعي. التثاؤب قد يكون من الشيطان أحيانا ترى حق القرآن. إيه. يعني في مشترك أنا قلت لك. إيه. منها كذلك الضيقة، ضيقة التنفس. إيه نعم، عوار القلب، دقات القلب السريعة. قد يكون الله يحفظك رعشة في أطار، فكثير التقيؤ، تجشع كثير، ما يقعد في وظيفة معينة، كل يوم يغير وظيفته بسببها العين، يفصل من كل شغلة يدشها وين ما يروح، كلها مفصول، مفصول من عمله بسببها العين، ساكنة بعين. بس هناك حتى لو ما كان متميز، يعني تميز ظاهر، يعني هل في ناس تحسد على أقل شيء؟ يعني هل الذي يصاب بالعين هو المتميز، ولا أيضا ممكن يصاب الإنسان العادي؟ العادي ممكن 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 ممكن. بس دائما صاحب العين ما يصيب إنسان إلا في شيء أعجب فيه. لازم فيها إعجاب، ما تي العين شيء يلفت انتباهه. يلفت انتباهه، ماضي. لذلك هي لها أعراض، يعني مثل ما قلنا لها أعراض كثيرة، من أبرز أعراضها إنه يتغير حاله بالحال بسرعة، بالعكس